هاي في اللقطة الأخيرة وفرصة، لكن أورتيغا ستيفان أورتيغا مورينيو الحارس صاحب 30 سنة تصوب الهدف الأول، الهدف الأول الروعة أتلتيكو مدريد في الهدف الثاني، هجومين أقوى أخطر أخطر خبرات اللعيبة، محاولة تحطيم التصويب خطيرة جدا، والثاني الثاني في ركنية لصالح مانشستر سيتي، لعب الكرة العكسية خطيرة، والهدف يا ولد جميل، هدف هدف